هكذا بدت ترافالغر سكوير أحد أكبر ميادين لندن في أول عرض للجزء الأخير من سلسلة أفلام هاري بوتر، وعلى هذا البساط الأحمر الذي يمتد لأكثر من كيلومتر ليكون بذلك الأطول في العالم، يسير أبطال الفيلم الذي عرض الجزء الأول منه قبل 10 أعوام. أكثر من 8000 شخص عسكر بعضهم في الميدان منذ يوم الاثنين الماضي رغم الصيف اللندني الماطر في انتظار لحظة وصول النجوم، بل إن بعضهم جاء من دول أخرى خصيصاً من أجل هذا الحدث، وكأنهم يودعون السلسلة التي انتزعت إعجاب الكبار والصغار على حد سواء. إنني هنا منذ يومين وقد جئت خصيصاً من المكسيك من أجل هذا الحدث. أنا سعيدة للغاية بوجودي هنا، لكنني شعرت بخيبة أمل إذ لم أتمكن من الوصول للبساط الأحمر بسبب الوجود الأمني الكثيف. وجاءت تحية أبطال الفيلم للجماهير المحتشدة قبل ساعات من بدء العرض، لكن ربما يتبادر إلى الذهن سؤال: هل سينجح هؤلاء في تجاوز النجاح المنقطع النظير لتلك السلسلة ليحققوا بعد ذلك نجاحات أخرى؟ الأجزاء السبعة السابقة حققت نحو 4 مليارات جنيه استرليني حول العالم، كما باع الكتاب أكثر من 400 مليون نسخة، وسيعرض الجزء الثامن اعتباراً من منتصف الشهر الجاري داخل الولايات المتحدة وبريطانيا بالشكل التقليدي وبالتقنية ثلاثية الأبعاد. وبالفعل بدأت عملية الحجز بدور العرض قبل هذا الموعد بأسابيع، وبالتأكيد قلما سيتكرر مثل هذا التجمهر في أفلام أخرى. لم يبالي هؤلاء بالانتظار لساعات بل لأيام في ظل ظروف جوية متقلبة، ورغم الزحام الشديد كانت السعادة والإثارة هي اللغة السائدة، فالشغل الشاغل للجميع هنا هو التقاط ولو لمحة لأفضل السلسلة الشهيرة التي جذبت ملايين المشاهدين حول العالم. سالي نبيل، BBC لندن.